إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من قلب الفضلات لواحي بن سيمان مشهد الذي يخلعكم ويصدمكم. فظلام دامس هنا قلب الفضلات نواحي بن سيمان، فعديد من الأحياء تعيش الرعب، وسببها هو هاد الظلام. شوفوا معايا المشهد كيف داير، مشهد غريب ومشهد صادم صراحة، منظر غريب. مشاكل الفضلات أصبحت تتقاطر يوما بعد يوم، باش تلاحظوا الفرق الكبير ديال هذا الحي، حي الفضيلة بالضبط بالإنارة ولا إنارة. أنا غادي نشغل المصابيح ديال السيارة وتلاحظوا الفرق الكبير. شوفوا معايا الفرق الكبير والشاسع، فرق واضح وضوح الشمس ما بين الحي بالإنارة والحي بلا إنارة. أنا غنقطع الضو، شوفوا معايا حتى شي حاجة ما بقاش كتبان. دونك هنا السلامة ديال العائلات، ديال الأولاد، ديال أبناء الحي، ديال السكان كيعيشوا الرعب. العديد من الناس اكدوا لي بانهم بالليل ما كيقدروش يخرجوا على ود الظلام، على ود هاد الظلام الدامس الذي يعم هاد المكان. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من قلب الفضلات نواحي بن سيمان. صراحة مشهد صادم، ظلام دامس، غريب صراحة، كأننا نعيش أو تعيش يعيش هذا الحي في إحدى القرى المهجورة. الصورة أمامكم حتى شي حاجة ما كتبان، كأننا في إحدى البوادي المهجورة. والصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. نتمنى من المسؤولين يتحركوا شوية ويقادوا الأمور، لأن أمور أصبحت كتبشرش بالخير بتاتا. صورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. تمناو المسؤولين يدخلوا في أقرب وقت، لأن العديد من المشاكل أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الساكنة، ولعل أبرزها الصورة اللي أمامكم مشكل الإنارة. أيضا مشكل آخر لمشكل خطير وخطير، مشكل مدير البال ديال الناس واحد الدرجه كبيره وكبيره، اللي هو الواد الحار. فاصبح حديث الناس، يعني الواد الحار دايز من امام السكان، امام اعين السكان. فالواد الحار اصبح يشكل خطر كبير لا على التلاميذ ولا على العائلات، اصبح يضر بصحتهم، وايضا اصبح يشكل عليهم خطرا. حتى الناس اللي غادا للمسجد ولا كيطير عليهم داك الماء ديال الواد الحار كيبطلوا الوضوء. ف نتمنى الخير، نتمنى وإن شاء الله
المسؤولين يدخلوا في اقرب وقت ايضا مطبات في الشارع الرئيسي، لانه اصبحت طريق ما بين عندما تدخل فضالات ومخرجها فاصبحت تشكل خطر كبير على المرأة، لان السيارات كيمشيو بواحد السرعه خطيره كبيره وكتشكل خطوره كبيره على الناس. ايضا مشكل الزبال اللي اصبح امام السكان في المدار، كتلقى الزبل. تمنوا الخير يا ربي، تمنوا من المسؤولين يفيقوا من السبات ديالهم ويصلحوا ما يمكن اصلاحه في اقرب وقت، وهذا ما نتمناه. وبقى لي ان نودعكم مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي في، صوره واضحه امامكم، الفضالات تعيش تحت الظلام، احياء المدينه ما فيهاش ضوء وظلام دامس في هذه الاثناء. وبقى لي ان نودعكم، دمتم في رعايه الله. لاحظوا معايا الفرق دابا ملي غنشغل مصابيح السياره، فرق شاسع وكبير، والصوره امامكم غنيه عن التعليق. شوفوا معايا الفرق، شحال ديال الفرق، فرق كبير وكبير. إلى اللقاء، وتصبحون على ألف خير مشاهدينا الكرام.